وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله في مقدمة مستقبلي أخيه صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بن الحسين ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حفظه الله لدى وصوله البلاد اليوم في زيارة رسمية لمملكة البحرين، حيث رحب سموه حفظه الله بضيف البلاد الكريم وبزيارته لمملكة البحرين التي تجسد التواصل المستمر بين الأشقاء في كلا البلدين. كما كان في الاستقبال سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس بعثة الشرف المرافقة لسمو ولي عهد الأردن ومعالي الشيخ خليفة بن دعي آل خليفة رئيس الديوان سمو ولي العهد ومعالي الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة السكرتير الخاص لسمو ولي العهد وعدد من كبار المستقبلين ومحافظ محافظة المحرق وكبار ضباط قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية وسفيرا البلدين الشقيقين وعدد من أعضاء السفارة الأردنية لدى مملكة البحرين.